السلام عليكم. دلوقتي انا عندي النقاط اللي متاخده من ليزر سكان عايز ادخلها في الركاب، فاقول له سكان بروجكت، بيقول لي اختار الاسم والمكان، هيبدا يعمل مشروع جديد. تمام، وبعد كده ندخل في الملفات، فهسميه مثلا وليكن مثلا اكس اكس اكس. تمام، في المكان دوت تبدا تختار المكان اللي انت عايزه، سيلكت بروجكت، بروسيد. تمام، لو رجعت هنا اهوت الملف المشروع دوت، عايزين نبدأ ندخل فيه بعض الملفات، عايز اقول له امبورت وليكن مثلا عليه في عندي الملف. طيب انا ممكن اشوف ايه الملفات اللي هو بيدعمها، وبيدعم الملفات بتاعة الركاب ال RCS، بيدعم الحاجات اللي جاية من فارو. تمام، في كذا امتداد لفارو، في ليدر، في زولر، في توبكون، تقريبا اغلب او كل المكن الليزر سكان. اختار هو الملف واقول له اوبن، فهو بقى بيسألني سؤال الفلتر انت عايز درجة الدقة قد ايه. تمام، ممكن تحدد الرينج بتاعي، يعني هيشوف لقد ايه، يعني هشوف الحاجات اللي هي بعد 2 متر مثلا ما شفاش. تمام، فبتقدر تتحكم في الرينج بتاعك قد ايه. الديستي كليبس ده المنيو، المينيمايز ده ستاندرد، ده اللي احنا هنشتغل عليه. في حاجات بقى في الادفانسد، الديسيميليشن جريد، الكوردينيشن بتاعي عايزه يبقى ايه. تمام، ممكن التارجت هتشتغل بالاكس واي زد. تمام، لما بتحدد بتاعتك بتقول له امبورت فايل، فيبدأ يدخل الملف، بيبدأ هوت. ممكن تكون انت محدد له عدد كبير من الملفات، فيبدأ يدخلهم كلهم ويبدأ يشوف العلاقة بينهم قد ايه، يعني العلاقة بينهم ايه، يعني ده يمين دوت او ده جنب دوت. بيبقى في بعض النقط هو بيفهم ان هو يربطهم ببعض، فهو اوتوماتيك بيبدأ يربط الملفات اللي جاية من ليزر سكان كلها ببعض.